كنا بالأمس بحجر الأساس لأكبر مركز إقليمي لأسواق الأغذية وتوريدها في دائرة قطرها 12 ألف كيلومتر. ولأن الواقع تجاوز الأحلام بأشواط، يطلق اليوم ثاني أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم وأكبر مركز إقليمي للسيارات وتصديرها على مسافة تمتد من أفريقيا غرباً إلى الهند شرقاً. مجموعة موانئ أبو ظبي ومجموعة غسان عبود التي تتخذ الإمارات مقر لأعمالها أعلنتا عن إطلاق مشروع المركز الإقليمي للسيارات في كيزاد بأبو ظبي كأحد أكبر المراكز الإقليمية في العالم لتصدير السيارات وتوزيعها وكافة الخدمات اللوجستية المتعلقة بها. المشروع الضخم حضر حفل تدشينه الرسمي كبار المسؤولين وأصحاب العلاقة في المنطقة الحرة والمدن الصناعية بأبو ظبي، بالإضافة للسيد صقر أداني ابن الملياردير جوتام أداني مالك أداني جروب وثالث أغنى رجل بالعالم، وسيد بركاش هندوجا أثرى أثرياء الهند مالك مجموعة أشوك ليلاند لصناعة السيارات. ونحن قمنا فيه بالشراكة مع مجموعة غسان عبود، يعني taken into consideration الاكسبيرينس اللي عندهم في هذا المجال، وهو راح يكون إضافة جدا مهمة لأبو ظبي في مجال قطاع السيارات، وبيحط أبو ظبي على الخريطة العالمية بالنسبة لتجارة قطاع السيارات. وقال رجل الأعمال السوري غسان عبود رئيس مجموعة غسان عبود إن المركز الإقليمي الواقع على مساحة تزيد عن 3,400,000 متر مربع سيكون أهم أسواق السيارات وكل ما يتعلق بها حول العالم. المركز الإقليمي لتجارة السيارات طبعا هو هب فيه موجود كل أنواع السيارات الخفيفة والثقيلة، اليمين واليسار، الجديد والمستعمل، زائد موجود فيه هب للسبير بارتس ولقطع الغيار وأيضا للزيوت زائد التايرز، فهو مركز لكل شيء أوتوموبيل يتحرك. طبعا حتى موجود بقلب منه للموتور سايكل، هو طبعا مقام على منطقة حوالي 3,400,000 متر. أعتقد حيكون واحد من أكبر المراكز الإقليمية أو الأسواق الإقليمية في العالم. وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية وعشرات الصحف والمواقع الاقتصادية أفردت تغطية خاصة بالمركز الإقليمي للسيارات بأبو ظبي. وقالت صحيفة الاتحاد إن المركز الإقليمي الذي بلغ حجم استثماره نحو 1,300,000,000 درهم سيوفر منصة شاملة تدعم تأسيس الشركات العالمية وتجمع البائعين والمشترين ومزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية وخدمات التمويل تحت مظلة واحدة. وفصلت مواقع الأعمال والاقتصاد بالمشروع وقالت إن المركز الذي يتوقع إنجازه خلال 24 شهراً سيتيح وصولاً سهلاً للموردين والأسواق الرئيسية من خلال منظور عمل متطور وبنية تحتية حديثة تتيح ربطاً عالمياً متعدد الوسائط عبر البحر والبر والجو. المركز الإقليمي سيوظف أحدث الحلول لتوفير بنية رقمية تلبي حاجات قطاع تجارة السيارات وتصديرها، يحتوي على مناطق مخصصة لصالات العرض ومرافق التخزين ومراكز لتجارة قطع الغيار والإكسسوارات ودور لمزادات السيارات وورش للصيانة ومسارات لاختبار السيارات وصولا لمساحات مخصصة للأنشطة الاجتماعية والتجارية والخدمات اللوجستية التي ستوفر آلاف الوظائف وتشكل ردفاً تجارياً واقتصادياً آخر للمشروع.